برشا ناس حتى مع الأسف الشديد وموجودين حاليا مسؤولين حاليا انهم تطبعوا اولا مع الفساد، ثانيا اش عملوا انهم هما جايين حتى باش نقول كلمة اونتر بارونتيز جايين بالعقلية متاع تمكميك جديد حتى بعد 25، هذا هم اللي نحن ضدهم. الناس هذية المورطة ولا مشتبهة ولا ساهمت في التدليس والتزوير وكل شيء، انهم رقوهم، انهم اخذوه مديرين، انهم اخذوه خطط وظيفية واخذوه ترقيات وصلت حتى الملحق الاجتماعي البرة، ما ناخذوك ترقياتهم الكل. هذا عكس عكس اللي كنا نستنوا فيه. المدونين والمبلغين على الفساد يتعرضوا إلى التنكيل، يتعرضوا إلى هرسلة، يتعرضوا إلى أفعال انتقامية ضدهم وما عندهم حتى حماية، بل بالعكس القانون 54 نوعا ما ضرهم شوي وكبلهم شوي. خطر جدا توا عدم حماية المبلغين، لأن هذا جاء في مصلحة المنظومة الفاسدة، لأن المنظومة الفاسدة عندهم لانسلينج وعندهم ناس البرة تتكلم وعندهم إعلام البرة. إن الناس هذية كتنكل يجي مبلغ ينكلوا به ويصير فيه، الناس اللي باش تبلغ الأخرى ما تشجعش، وهذا اللي صار، إن الناس ما عادش متشجع، يقول لك شنو يصير لنا بعد المبلغ؟ ماني بعد المبلغ باش ينكلوا بيا وباش يعملوا بيا، دونك ما يبلغش، يقول لك ويشوفوا في الفاسد هو اللي يترقى، شوف في الفاسد هو اللي يستثرى، يشوف في الفاسد هو اللي قاعد يتقاوى. تكون قضية وطنية وجدية وفي أخلاقك وفي مسيرتك وفي أفعالك وتقييمك راك ما تندمش، لأن ما عمره ما نندم. راهو الناس اللي ضحت قبل ضحت بحياتها وضحت بدمها، جيش نحن باش نكونوا معناها نحن أغلى من تونس بلادنا هذه، وراهو جديتنا نحن وجودنا نحن هو اللي باش يبدل البلاد، لكن تراخي وإلا الناس تبطل ولا تندم راهو هذا هو باش يرجعنا لتالي، وهذا هو باش يخلي الفاسدين أنهم يعاودوا يرجعوا ويعاودوا يتموقعوا ويعاودوا أكثر وأكثر. زاد واحد من المبلغين على الفساد واليوم موجودين قدام وزارة العدل، قلتوا حبيتوا توصلوا صوتكم ساعة، احكي لي على الملف اللي حبيت توصل صوتك فيه ساعة واللي بلغت عليه. أنا قبل كل شيء حبيت نحكي نشخص الوقفة الاحتجاجية، نوعا ما مش احتجاجية بالمعنى، أما هي للمطالبة بتنصيص لحماية المبلغين نص قانوني آخر علاوة على القانون الأساسي عدد 10/2017 اللي هو لمكافحة الفساد وحماية المبلغين. اليوم لجوه هذوما راهم كلهم بملفاتهم، كلهم بملفاتهم وكلهم داخلين في خطر حتى في وجودهم امام وزاره العدل، لان المبلغين على الفساد وعندهم عداوه مع الفاسدين تاع البلاد هذيا اللي يتمتعوا بالقوه ويتمتعوا في النفوذ، والتو ما تحاسبوش فيهم جانب تحاسب وجانب لم يحاسب. انا الملفات اللي بلغت عليهم بما فيهم الانتدابات المشبوهه والشهاده المزوره بالوظيفه العموميه، ملفات اخرى بالاتحاد العام تونسي للشغل لاني كنت نقابي وتعاقبت من غير امين للشغل الموجود حاليا اللي وقتها تعاقبت في 2015 كان هو شاد النظام الداخلي وقام بمعاقبتي على خلفيه الملفات اللي موجودين فيه من لهم صفه نقابيه. وبلغت على الاتحاد الشغل نقابيين ينتمون ولهم صفات نقابيه، عندهم ملفات معناها شهاده مزوره وضرب لمنظومة إنصاف الوظيفة العمومية. الملفات اللي أنت تقدمت بها كيفاش عرفت اللي هي شهيدة مزورة مثلا؟ أنا بحكم كنت نقابي دونك معناها عندي معناها إلمام بالملفات وإلمام ببعض الخصوصيات في الوزارة. اللي صار شنو؟ أنهم هذوما ضربوا على السيستيم نتاع إنصاف ونقصوا في العمارة نتاعهم، وزادوا حاجة أخرى أن التكوين الشادة الموجودة غير منظرة بسلم التأجير في الوظيفة العمومية، معناها برشا أنواع متاع تزوير وموجودة وراهي أثبتت معناها حتى الوزارات، واصدر حتى من رئيس الجمهورية أمر بالتدقيق في الشهادة ذي بما فيها بالوزارات الكل. كيفاش ينقصوا في عمارة؟ قل لشكون ينصص على السيستيم في الوزارة أن ينقص من العمارة متاعهم معناها بسنوات انهم ينجموا يدخلوا على السيستيم، معناها ينقص تحت ال 45 باش ينجموا يدخلوا على السيستيم على الوظيفه العموميه. انت كنت نقابي في الاتحاد العام التونسي للشغل وتعرف برشا حقائق، كيما شنو شهيد المزوره؟ انت فاسيلمون ظهر اللي شهاده هذيك مزوره ولا كيفاش؟ لا انا تمكنت حتى من عندي ملفات هم اللي قدمتهم للقضاء، معناها الشهاده المضروبه ومعناها القرار نتاع الانتداب المباشر اللي هو مش موجود في الوظيفه العموميه لمجموعه كامله باعتماد صفه نقابيه وبانتمائهم
هذا في الفتره راهي 2013 ماهيش تورا، وقدمتها لل معناها لهيئه مكافحه الفساد، وتم اسنادي حمايه في 2018، معنى اسنادي حمايه، لكن الحمايه هذيك حسب القانون الاساسي عدد 10/2017 ما يتمش تفعيلها، بل ان السلطات كانت مش متجاوبه حتى في حمايه المبالغين، والى حد الان ما همش متجاوبين، لكن فما انا بالنسبه في منطقتي معناها السلطات الامنيه كانت متجاوبه نوعا ما في حمايه المبالغين وفي انهم يعطوهم معناها الاهميه نتاعهم ويعطوهم معناها الجديه حتى في حمايتهم لنوعيه الملفات. قديش من شخص تقريبا اللي بلغت عليهم انت؟ يوصل يجي 500 شخص. نعم 500 شخص. 500 500 من غير ملفات اخرى. بلغت على 500 واحد عنده شهاده مزوره؟ 500 واحد المجموعه اللي دخلوا هذوم. كلهم مزورين؟ كلهم مزورين وكلهم شهاد غير منظره، وفي نفس الوقت فيهم مجموعه من لهم معناها السلط بما فيهم، فما شكون ينتهي معناها في علاقه بالوزير العدل السابق. فما جهات خاصة وجهات مختصة في الشأن هذايا، مش أنت تنجم تثبت أنه الشهيد هذه مزورة؟ هو القضاء، القضاء في القطب القضائي أثبت الحاجة هذه، وكعلاش وصلنا؟ لأنه وصلنا للأمر اللي خرج من رئيس الجمهورية بالتدقيق في الشهيد هذه. ال 500 شخص هذوما في أي قطاع، في أي مجال؟ الأغلبية في قطاع الشؤون الاجتماعية وتابعين للاتحاد العام تونسي للشؤون. معناها هما فيهم حتى اعضاء مكتب تنفيذي بما فيهم في بن عروس، فيهم في سيدي بوزيد، فيهم معناها اعضاء نتاع مكاتب جهويه نتاع الاتحاد العام تونسي للشؤون. مش فقط في قابزه؟ لا لا لا، على طول الجمهوريه، لا الكل، معناها جمهوريه وطنيه. انا نحكي لك، نحكي لك وطنيه راه، وانا راني حاليا عضو الجمعيه التونسيه المبلغين على الفساد اللي صدرت في الرايد الرسمي في اوت هذايا. معناها نحن رانا المهمه نتاعنا ان نساندوا المبلغين على الفساد، ان معناها نوعا ما ندخلوا لهم لدى السلطات ولدى الهياكل العموميه، وفي نفس الوقت معناها نكونوا معاهم حتى في المراحل نتاع التبليغ، ومراحل حتى معناها اسنادهم الحمايه اللي هي موجوده كان مع الهيئه. ماذا بينا للسيد رئيس الجمهوريه انه يوجد هيكل اخر انه يسند الحمايه، لان الهيئه حاليا معناها مجمده معناها العمل نتاعها. ظفر انتم كي شكيتوا، معناها شكيتوا فقط بالناس اللي عندها شهيد مدلسه ولا اللي دلس لهم زاده ونقص لهم في اعمارهم على السيستم؟ شكينا بالناس اللي عندهم، وفي نفس الوقت بالاداره العامه للمصالح المشتركه اللي هي من بعدها ما راعنا حاليا الا انهم يتم ترقيتهم، يتم اسنادهم خطه حتى ملحق اجتماعي، معناها الناس ترقت وهي في نفس الوقت نجم تكون مشتبه تورطها في انها دلست معناها الانتدابات هذه في الوظيفه العموميه. هذا شنو؟ وزدنا بلغنا حتى ملفات اخرى معناها عديده بفيها معناها وفاقات اجراميه في ادارات وغيرها وغيرها وغيرها. ونحن حاليا حتى بحكم الجمعيه نتاعنا راه توصلنا برشا ملفات، برشا ملفات تو نعلنوا عليها مخاطر السريه نتاعهم وخوف معناها على المبلغين على الفساد. ظافر انك تعرف انه الملفات هذه لازم تكون موثقه، لازم تكون فيها اثباتات. نعم راهو فيها اثباتات، راهو نحن ما ناخذوش هكاكا لان هي فيها اثباتات، ونحن ما نتكلموا كوش كي يبدا عندنا معناها حتى عندنا حقنا في ان نفاذ المعلومه، لان متاكدين من المعلومه، هذا يعطينا الحق اننا ندخل نفاذ المعلومه، والمبلغ على الفساد راه حسب القانون راهو مبلغ، راهو مش بالشرط هي يكون عند الوثيقه، لان ساعات تصعب عليه تحصل على الوثيقه، لكن في نفس الوقت يكون التبليغ جدي مش انتقامي ولا نكايه بشخص، معناها يكون للصالح العام. هذه قضية الاتحاد الشغل قلت لي فيها 500 شخص تقريبا، شو نوعية القضايا الأخرى اللي بلغت عليهم؟ فما وفاقات إجرامية بما فيها معناها تدليس، بما فيها رشوة، بما فيها فساد من أنواع أخرى معناها، فهمت؟ عندنا ملفات ونجموا نقدموهم راه في أي وقت، معناها عندنا ملفات قاعدة توصلنا، معناها حتى حكم الجمعية. يعني مسيرتكم في التبليغ عن الفساد قلت لي انطلقت من 2013 وما زالت متواصلة لحد الآن؟ ما زالت متواصلة إن شاء الله، لقينا نحن توا عندنا معناها رئيس جمهورية هو يخدم، لكن فما أطراف اللي موجودة حاليا في السلطة ما هيش قاعدة تخدم، وهذا هو اللي يعطل. مش كل ملف لازم يتدخل رئيس الجمهورية، راه فما وزراء، فما مديرين عامين، فما مديرين، لكن هذوما فما ناس فيهم طبعت مع الفساد، وهذا اش خلاهم هم ينكلوا بالمبلغين. هذه هي المشكلة، وين معناها؟ ديت المشكلة انهم هم يضربوا مبلغين باش الناس ما عادش تبلغ. احنا اش حاجتنا حتى المدونين انهم يدرجوهم في تنقيح القانون الأساسي عدد 10/2017 وانهم يدرجوهم كمبلغين على الفساد بنص قانوني باش يحميهم. تعرضت عليك فلوس مناصب مقابل انك تسكت؟ هو التعرض راه كل انسان عنده ملف يتعرض، راه معناه يتعرض للاغراءات، نقولوا نحن يتعرض للاغراءات، فما المفخه وفما اغراءات جديه، فما الاغراءات المفخه ان يورطوك.
يورطوك باش تسكت فرد مره، وفما اغراءات اخرى باش يضمنوك معاهم ولا يضمنوك في ان تضرب ناس اخرى ما تضربهمش هم. وانت اي نوع من الاغراءات اللي تعرضت عليك، المفخه ولا جديه؟ والله الاثنين هم تعرضوا علي، لكن الحمد لله يا ربي واحد معناها صحيح، معناها الدنيا هذه معناها فيها اغراءات وفيها كل شيء، اما لابد الانسان تكون عنده وموا بورسنتاج نتاع وطنيه انه ينظر لبلاده. رانا مش نحن راهو باش يحطونا معناكم كوا هنا نقولوا على عباد، ولا نحن في قضايا جديه، قضايا وطنيه تتطلب معنا بورسنتاج كبير من الوطنيه تكون عندك في تربيتك، في اخلاقك، وفي افعالك، وفي مسيرتك الحياتيه. وهذا ايش يخليك هو كي تكون انت جدي وتكون وطني، انك معناها تكون ضد الخطر هذاك، وانك تواصل في المسيره نتاعك. رانا من قبل 25 رانا موجودين، ورانا عندنا الحمايه من قبل 25، وكلمنا قبل 25 مره كيفاش جاء 25، هو انحياز رئيس الجمهوريه للزخم الثوري اللي جاء ضد ترويكا وضد حركه النهضه وفساد المنظومه كلها. سؤالي ليك ديما كما سالته للاخيين من قبلك، ندمت انك بلغت على الفساد؟ لا ما نندموش نحن، لان قلت لك هذه راي امور وطنيه، كي تكون قضيه وطنيه وجديه وفي اخلاقك وفي مسيرتك وفي افعالك وتقييمك راك ما تندمش، لان ما عمره ما نندم. راهو الناس اللي ضحت قبل ضحت بحياتها وضحت بدمها، ما نجيش نحن باش نكونوا معناها نحن اغلى من تونس بلادنا هذه، راه باللي يكون راه وراهو جديتنا نحن وجودنا نحن هو اللي باش يبدل البلاد، لكن تراخي والا الناس تبطل ولا تندم راهو هذا هو باش يرجعنا لتالي، وهذا هو باش يخلي الفاسدين انهم يعاودوا يرجعوا ويعاودوا يتموقعوا ويعاودوا اكثر واكثر، لان خطر جدا توا عدم حمايه المبالغين، لان هذا جاء في مصلحه المنظومه الفاسده، لان المنظومه الفاسده عندهم لانسلينك وعندهم ناس البرة تتكلم وعندهم اعلام البرة. ونحن جيبونا مثلا القانون بتاع 54 ضر المدونين نوعا ما، ضرهم معناها في تبليغهم ضرهم، لانهم هم عندهم البر يتكلم. هذا هو اخطر الملفات اللي بلغت عليها، هي الملفات الانتدابات اللي الحمد لله ان اصدر امر رئاسي بالتدقيق، يعني فما تجاوب، فما تجاوب كبير والحمد لله. معناها علاش نقول لك ديما الحاجه كي تصر عليها وتشد فيها صحيح وتكون جدي وتكون وطني وما تقراش حساب الوقت، لان الناس راهي تقلق، الناس ماذا بها في عام عامين تاخذ ريزلتا، لكن هذه تجاوزت سنوات وسنوات والحمد لله تم التدقيق وملف كبير برشا، وان شاء الله معناها الملفات الاخرى كلها تتحل، وان شاء الله بقدره الله تتحل كلها الملف تلو الاخر. الهدف من وقوفكم اليوم قدام وزارة العدل شنو المساج؟ هو المساج شنو؟ ان المدونين والمبلغين على الفساد يتعرضوا الى التنكيل، يتعرضوا الى هرسلة، يتعرضوا الى افعال انتقامية ضدهم وما عندهم حتى حماية، بل بالعكس القانون 54 نوعا ما ضرهم شوي وكبلهم شوي، بينما هم في الأسر راهم مبلغين على الفساد وراهم هم اللي حلوا الباب الكبير وهم اللي فضحوا، لان حتى وسائل الاعلام مع كل احتراماتي راهي ما انخرطتش في الحمايه معناها في الدفاع عن المبلغين والا في مكافحه الفساد. الموجودين حاليا كانش المبلغين ورئاس الجمهوريه تو نلاحظوا فيهم وبعض من الاعلاميين، البقيه كلها منخرطه والبقيه كلها مورط وللاسف الشديد. زميلك من قبيله قال اذا كان نلقاو الحمايه ونلقاو التشجيع في عوض ما نكشفوا 100 نكشفوا 10000 ملف عادي يعني. هذا صحيح، لانه هو شنو؟ ان الناس هذه كي تنكل ويجي مبلغ ينكلوا به ويصير فيه، الناس اللي باش تبلغ الاخرى ما تتشجعش، وهذا اللي صار، ان الناس ما عادش متشجع، يقول لك شنو يصير لنا بعد المبلغ؟ ماني بعد المبلغ باش ينكلوا بيا وباش يعملوا بيا، دونك ما يبلغش، يقول لك ويشوفوا في الفاسد هو اللي يترقى، شوف الفاسد هو اللي يستثرى، شوف الفاسد هو اللي قاعد يتقاوى، والمبلغ ينكل به، وهذه تخليهم الناس تتراجع، احنا كان توجد حمايه للمبلغين، فما دول تعمل مكافئات للمبلغين على الفساد باش تشجعهم، نحن كان نلقوا هذه راهي برشا ناس تتشجع وبرشا فساد، معناها خاطر الديتاي نتاع الديتاي راه يكشفوا فيهم، معناها فما ملفات العديده المدونين هم اللي كشفوهم، المدونين هم اللي عطوه معناها اللبسيه الاولانيه نتاع فتحهم، وهذا علاوه على السلطه معناها السياسيه اللي بعد 25 جويليه هي اللي كافحت الفساد مع المدونين وكما قلنا بعض الاعلاميين فقط لا غير والشعب التونسي. فما ناس بلغتوا عليهم في قضايا مختلفه مثلا وترقى وصار لهم عكس اللي كنتوا تستناوا فيه مثلا؟ برشا ناس، برشا ناس حتى مع الاسف الشديد وموجودين حاليا مسؤولين حاليا انهم تطبعوا اولا مع الفساد، ثانيا اش عملوا؟ انهم هما جايين حتى باش نقول كلمه اونتر بارونتيز، جايين بالعقليه نتاع تمكميك جديد حتى بعد 25، هذا هم اللي نحن ضدهم، اش عملوا؟ هم اش عملوا؟ سامحني، هم اش عملوا؟ انهم الناس هذيا المورطه ولا مشتبهه ولا ساهمت في التدليس والتزوير وكل شيء انهم رقوهم.
نخذوا مديرين، نخذوا خطط وظيفيه، وخذوا ترقيات وصلت حتى الملحق الاجتماعي لبرا، ما ناخذوا ترقياتهم الكل. هذا عكس عكس اللي كنا نستنوا فيه. شنو كلفك التبليغ عن الفساد؟ كلفني التنكيل هذاك لابد منه، الهرسله معناها اداريه، هرسله ونوعا ما انهم فما ناس تحتاط منك، معناها تحتاطوا منك بطريقه اخرى كانه باش تكشف له حاجه، معناها ديما الاحتياط ديما النظره الدونيه هذه تعمل برشا، تعمل حتى معناها امور معناها شو يقولوا هم معناها امور ضغوطات نفسيه. وهذا علاش قلت لك معناها يلزم عملنا الهيكل هذا حتى الجمعيه التونسيه المبلغين على الفساد باش نحاولوا لماكسيموم ان نكونوا سند لكل مبلغ، نكونوا سند انهم نكونوا في كل مراحل التبليغ ولا طالبه بالحمايه، نكونوا السند الاول ليه والسند اللي نجم يكون هيكل بديل ولكن هيكل مكمل للدوله، ما يكونش هيكل رسمي في حد ذاته.